معي عبر الهاتف الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة. دكتور، يعني وزير الخارجية شدد على إدراك مصر على أن هناك الكثير من الخطوات والكثير من العمل لمواجهة تغير المناخ. كيف ترى الجهود الدولية كافة الآن واللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي؟ طيب حضرتك، طبعا قضية التغير المناخي يعني قضية طبعا أعتقد إن الجميع أدرك أهمية التغير المناخي دلوقتي أو التغير المناخي، وإزاي هذه القضية والمشكلة بتحدد يعني أو أحد أهم الكوارث والأزمات البيئية اللي ممكن تحدد فرص بقاء الإنسان على سطح كوكب الأرض. بيتعاظم هذا التأثير وهذه الكوارث مع التأثيرات المتبادلة ما بين التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي. في تأثير كبير جدا بين الاثنين مرتبطين ببعض، ارتباط كبير جدا، الاثنين بيأثروا على بعض سواء بالسلب او بالايجاب. لو احسننا الاداره هيكون في تأثيرات ايجابيه، لو احسننا الاداره بيكون في تأثيرات سلبيه. فطبعا التنوع البيولوجي هو يعتبر احد اهم الادوات الطبيعيه لما نحافظ على التنوع البيولوجي وناخد اجراءات تصحيحيه للحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم الايكولوجيه والنظم البيئيه والحفاظ على التوازن البيئي. ده بيبقى احد اهم الادوات اللي لها دور كبير جدا في امتصاص وتخزين الكربون من الغلاف الجوي، وبالتالي بيساعد في التخفيف من حده التغيرات المناخيه. احنا في مصر طبعا ندرك الموضوع ده وندركه تماما جدا طبعا، ومصر طبعا تبوأت مكانة كبيرة جدا على المستوى العالمي في المجتمع المعني بالحفاظ على البيئة. علشان كده في الإطار لاستعداد لاستضافة مصر للمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، احنا بنشتغل في شغلنا كتنوع بيولوجي على عملية ما يسمى بعملية إعادة إصحاح واستعادة كفاءة النظم الإيكولوجية. من اهم النظم الايكولوجيه والنظم البيئيه اللي بتساعد في امتصاص كميات كبيره جدا من الكربون بشري المنشا هي النظم البيئيه للاراضي الرطبه، يعني زي البحيرات زي المانجروف وهكذا. فاحنا في الوزاره شغالين حاليا على استعاده ما فقد او استعاده ما تدهور من هذه النظم البيئيه لدورها الكبير جدا في امتصاص كميات هائله وتخزين كميات هائله من الكربون، وبالتالي بتخفف من حده التغيرات المناخيه. فعندنا مشروعات لتقييم كفاءة غابات المنجروف على ساحل البحر الأحمر كله، وبنقيم كمان بنحط معادلات لقد إيه كل مساحة معينة بتخزن قد إيه من الكربون. وعندنا برضو في نفس الإطار برضو إزاي نقيم ما مدى التدهور ومدى حالة كل المناطق اللي فيها غابات المنجروف. وعندنا خطة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، عندنا خطة لاستعاضة ولإعادة تأهيل هذه المناطق المتدهورة. في نفس الاطار بنشتغل برضو على الشعاب المرجانيه اللي هي احد برضو اهم النظم اللي ليها دور كبير جدا في الحفاظ على الشواطئ، وغير الدور الترفيهي طبعا والحفاظ على المدن الساحليه من حد من تاثيرات زياده ارتفاع معدلات سطح المياه. برضو عندنا نفس الامر بنقيم الشعاب المرجانيه عندنا في مصر، وبدانا برضو مع احد الجهات اللي احنا بنشتغل على حته ان يبقى عندنا حضانات لعمليه استزراع الشعاب المرجانيه، وان احنا نحاول ان احنا نزرع برضه الشعاب المرجانيه في الاماكن اللي تدهورت. كل ده علشان خاطر نقدم للعالم ان شاء الله في المؤتمر الاطراف اللي ان شاء الله يعقد في نهايه هذا العام، بنقدم له نموذج نقول له ان مصر هي شغاله. احنا مصر بنشتغل طبيعي، يعني بنحافظ على التنوع البيولوجي، بنحافظ على النظم البيئيه، وفي نفس الوقت بنحافظ على التغيرات المناخيه او بنستعد للتغيرات المناخيه. ده عشان ندي نموذج، يعني اخر معلومه بس عشان ندي نموذج لازاي كله اشتغل مع بعضه. وده طبعا في اطار المبادره المصريه او اختصارا المبادره المصريه اللي اطلقها سياده الرئيس فخامه الرئيس الجمهوريه في 2018 في مؤتمر اطراف التنوع البيولوجي اللي اتعمل عندنا في مصر. المبادره دي كانت بتتكلم على ازاي اعمل تغيرات وتاثيرات وانشطه بتربط كل التاثيرات اللي بتهدد او الازمات البيئيه، تغير المناخ يربطه مع التنوع البيولوجي مع التصحر. فاحنا بنقدم نموذج ازاي نعمل اجراءات نحافظ بيها على التنوع البيولوجي وفي نفس الوقت نواجه التاثيرات السلبيه للتغيرات المناخيه. اشكرك جزيلا دكتور ايمن حماده، رئيس الاداره المركزيه للتنوع البيولوجي بوزاره البيئه.